طابت أوقاتكم، بداية النشرة مع العناوين. اللجان تواصل دراسة الكابيتال كنترول والعقد إلى تكشف. في خرق للدستور، هل يفعلها ميقاتي ويدعو الحكومة للانعقاد؟ مطار بيروت مهدد بالتوقف عن العمل، فما هي الأسباب؟ الثانية وربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر موقع otv.com.lb. بداية نشرتنا من جلسة اللجان المشتركة الثانية لهذا الأسبوع وتفاصيلها مباشرة من المجلس النيابي مع زميلة سينتيا يمين. يعطيك العافية سينتيا، طبعا شوي شوي عم تتكشف الأمور، تفاصيل جلسة اليوم معك، تفضلي. تحية لك نتالي، الله يعافيك، وتحية لك ولكل مشاهدي الاو تي في. بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة منعقدة بهذا الوقت، بعد ما رفعت الجلسة ولا يزال النقاش بالمادة الثالثة من مشروع قانون الكابيتال كنترول، يلي النقاش فيه عم يدور حول اللجنة يلي بدها تكون عم تشرف على تطبيق الكابيتال كنترول. مين رح يترأس هذه اللجنة، مع العلم انه صلاحياتها كثير واسعة لهذه اللجنة، هي رح تحدد مين بيطلع له استثناءات من الكابيتال كنترول ورح تتابع مسار تطبيقه، وبالتالي اختيار مين رح يشرف على هذه اللجنه هو امر جدا اساسي بموضوع الكابيتال كنترول. وكنا حكينا مع النائب سزار ابي خليل يلي قالنا انه اعتبر او اقترح انه يكون في تعيين لاعضاء حكوميين، يعني يتم تعيينهم بهذا القانون وما تترحل لتعيينهم بالحكومه، لانه طبعا نحن اليوم بحكومه مستقيله وما بتجتمع، وبالتالي تعليق هذا الامر لاعطائه للحكومه رح يكون بمثابه تعليق لقانون الكابيتال كنترول بشكل عام. وكمان عرفنا انه في نقاشات حول مين بيكون بهذه اللجنه، هل بيكون حاكم مصرف لبنان مع وزير الماليه حسب ما اقترح البعض، ام بيكونوا بعض وزراء مثل وزير الاقتصاد، وزير المال، ووزير الصناعة حسب ما قيل لنا من بعض النواب. بدي اشير كمان نتالي انه جميل السيد كان صرح من يعني من بعد حوالي شي ساعة او اقل من ما بلشت الجلسة، وكان في احتدام او سمعنا صريخ لخارج الجلسة بين بعض النواب، وفي منهم كثير اعترضوا على اعتبار انه في اعضاء من مجلس النواب ما بدهم اصلا يقروا انه الكابيتال كنترول، والبعض منهم ما بدهم اصلا انه يناقشوه، اعترضوا على هذا الموضوع، وهذا اللي اعترض عليه أيضا جميل السيد، وقال حرفيا أنه الحكومة بدها تمسح وسخة بمجلس النواب يلي بتعتبره أنه ممسحة، هيدا التعبير اللي استعملها النائب جميل السيد. وقال أنه كمان هو قدم اقتراح قانون بيقول أو بنص على ضبط التحويل مع عدم المساس بحقوق المودعين ومدته لسنتين، وأيضا بيكون مدته لسنتين، وايضا بيكون في مراجعه او بتقدم تفصيل في الحكومه كل 3 اشهر. كمان بدي اشير انه النائب ميشيل معوض عمل تصريح وقال فيه انه هو بيعتبر السياسات الحكوميه هي جريمه موصوفه بحق الشعب اللبناني والموظفين والقطاع العام والقطاع الخاص، وقال انه هو ضد هو مش ضد الكابيتال كنترول بشكل عام، انما ضد الصيغه يلي عم تنبحث حاليا، واعتبر انه الفصل بين الأموال الجديدة أو التمييز بين الأموال الجديدة والأموال القديمة هو تشريع للدولار، وبالتالي هيدا أمر مرفوض بحسب ما قال. وقال أنه هو بيصر على ربط قانون الكابيتال كنترول بقانون إعادة هيكلة المصارف، وما يصير بس بالتقسيط مثل ما قال أيضا. كمان كان قال انه الكلفه اللي عم ندفعها من سوء اداره الازمه هي أسوأ بكثير من يلي ولدوا الازمه خلال سياسات 30 سنه ماضيه. وبدي اشير هون كمان انه تواصلنا مع النائب سزار ابي خليل واللي وضح انه هذا الكلام غير صحيح، لانه اذا نحن استمرينا بانه نشرع او يعني الصيغه اللي عم تنطرح فيها لما نميز بين اموال جديده واموال قديمه، هو مش اموال جديده، هو حسابات جديده، حتى اولا الاموال الفراشه اللي عم بتفوت ما تستعملها بعض المصارف وتهرب من خلال الاموال الفراشه عم بتفوت بعض الودائع القديمه لاصحاب النفوذ، يعني بصير في اشخاص عم تشتغل وعم بتجيب فراش دولار على البلد
بيتم من خلال هيدي الفريش دولار بعض المصارف بتهرب بعض الودائع القديمه لطبعا اصحاب النفوذ يلي لا يزالوا حتى الساعه عم بيهربوا اموالهم، وبالتالي بعدنا بحلقه مفرغه من المماطله من قبل بعض النواب وايضا من يعني النقاشات الطويله يلي عم بتصير، ولا يزال المجلس عم يبحث بالماده الثالثه واللي بعد ايضا ما انتهوا او ما توافقوا عليها، وهي ماده جدا اساسيه مثل ما سبق وذكرت. شغلة أخيرة بدي أشير لها إنه النائب ميشيل معوض كمان كان حكي عن موضوع إنه اتصلوا فيه عدة سفراء وكانوا عم يسألوه إذا مزبوط هو ضد الكابيتال كنترول، ويلي خبر هول الوزراء أو وشي لهود الوزراء السفراء عفوا هو الرئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي، وهيدا اعتبروا إنه تدخل بعمل مجلس النواب. رح نستمع سوا هلا لأبرز ما قاله النائب ميشيل معوض والنائب جميل السيد بتصاريحهم، وأكيد بعد قليل يمكن يكون في تصريح لنائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب. طيب من أيمتى سفرة وممثل صندوق النقد الدولي بده يتصلوا بزملاء؟ وقلت لهم أنا إذا متصلين بالزميل اللي أبدع عن شجاعة معناته متصلين بكتير ناس، وأكثر من هيك تعرفوا لما بيعطلك الحكومة قانون اقتراح وبشروع هو مثل بدلة، تجي أنت هون مجلس النواب بتقصر لك إما بنطلونة شيء بترجلجها. طيب لقينا حالنا عم نفصل بدله جديده يا خيي، من هو الخياط العماله جيبوا لنا اياه على الجلسه لنساله ليش هيك وليش هيك؟ قال ما بيجوا، لا موظف بيجي ولا مصرف اثنين بيجي. قام جاب لنا اول شيء نائب رئيس الحكومه، سالناه لك علاقه بالنص؟ قال لا انا بالسياسه العامه. رجع جاب وراه وزير العدل، سالته امبارح الصبح انت لك علاقه بالنص؟ قال لا انا تدخلت بالماده الثالثه بس ما تدخلتش ثاني. قلت له شو عم بتعوض يعني؟ هيدا مجلس عنده كرامته، هيدا الشعب اللبناني اللي موجود هون. إذا موظفين عملوا هيدا شوي بيتبلغوا بعض النواب من كمان سفرة إنه شكى على مجلس النواب رئيس نجيب ميقاتي. رئيس نجيب ميقاتي شكى عند سفرة وعند الأي إم إف إنه مجلس النواب لا يقوم بواجبه وما بده القانون. كلها زعبرة بزعبرة، عنوانها إنه جبنا لكم هيدي بتلبسوها مثل ما هي وبضل الاستنساب مثل ما هو. كل الحقوق فيه ضايعة ومنرجع مثل ما كنا بالأول، متحمل كلنا سوا عبء الخلل اللي بده يصير. بدهم بأي تمن يقطعوا خطة بالتهريب ويجرون عليها، يهربوا من المساءلة والمحاسبة، يحملوا اللبنانيين والمودعين عليها ويرجعوا يمولوا المنظومة ويأمنون الاستقرار حتى ولو على حساب اللبنانيين. هيدي هي عمليا، يعني هون هن عمليا هلأ حاطيننا قدام خيارين. هالخيارين بيذكروني حقيقة، كنت بدي أعمل لهم توصيف، ذكروني بكيف الإسرائيليين بيتعاطوا مع الفلسطينيين من عشرات السنين. بيحطوهم قدام حلين، يا بيعطوهم حل مجبورين الفلسطينيين يرفضوه لأنه هو حل غير عادل، أو بيخلقوا ما بين الحل والحل أمر واقع بالنص. هيدا صرنا ثلاث سنين هيك عم تتعاطى هذه السلطة مع اللبنانيين. موقفنا واضح وبالعلن، نحن ضد إقراء قانون الكابيتال كنترول منفردا من دون ربطه بنيويا ب يعني إعادة هيكلة المصارف. وفسرت ليش؟ لأنه إقراره منفردا معناتها تشريع عملة جديدة اسمها الدولار، ومعناتها بداية الانقضاض على أموال المودعين. معلومات عن اتجاه نجيب ميقاتي للدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء في خرق فاضح للدستور. التفاصيل في هذا الاتصال مع الزميلة ريتا نصور أنجليني. يعطيك العافية ريتا، هل الاتجاه للدعوة صحيح وما موقف الكتل أو الأفرقاء السياسية من هذا الموضوع؟ الله يعافيك ناتالي. صحيح، يعني المقربين من نجيب ميقاتي عم بيروجوا انه قد يكون هناك دعوه قريبه لاجتماع مجلس الوزراء. عم بيقولوا انه على الارجح قد يكون هذا الاجتماع اواخر الاسبوع المقبل، علما انه حتى هذه اللحظه لم توجه اي دعوه رسميه، والوزراء اللي تواصلنا معهم بحكومه تصريف الاعمال عم بيقولوا انه سمعوا من وسائل الاعلام بوجود هكذا جو ولم يتبلغوا باي شيء بشكل رسمي. مصادر الرئيس ميقاتي عم بتقول انه هناك حاجات تملئ انعقاد جلسه مجلس الوزراء لتمرير الاولويات، وابرزها مستحقات المستشفيات اللي هي مهدده بالتوقف ومهدده بعدم الاستمرار
باستقبال المرضى. ايضا هناك اولويه عدم انهيار قطاع الاتصالات، لذلك يجب تامين الاموال له. وثالثا عم يحكوا عن تامين الاموال لاستيراد ادويه السرطان، وبيعتبروا انه كل هذه الامور اولويه توجب انعقاد مجلس الوزراء وتصعد مصادر الرئيس نقاطي وتقول وليتحمل من يقاطع هذه الجلسه مسؤوليه موقفه تجاه الناس. بالمقابل ترد مصادر نيابيه في التيار الوطني الحر وتقول هل كل هذه الاولويات ظهرت الان ولا عمرها سنوات؟ وليش محلوها لما كان هناك بعد في رئيس؟ ليش محلوها بالاطر الدستوريه والقانونيه؟ مجدده التاكيد على موقف التيار المبدئي والمعروف وهو ضد اي اجتماع لهذه الحكومه، وتشرح مصادر التيار انه اي تساهل بهذا الموضوع سيكون بمثابه ضرب للدستور وضرب لموقع رئاسه الجمهوريه وعدم احترام للشريك الميثاقي، وبالنتيجه اي قبول باجتماع الحكومه اليوم سيعطي حجه لتكرار الدعوات وتطبيع مرحله الفراغ. وهم منهم بهذا الوارد، وردا على مقوله انه هم بيتحملوا المسؤوليه قدام الناس، بتقول المصادر يتحمل المسؤوليه من رفض تشكيل الحكومه ومن تعنت وليس نحن. بين هذه المواقف المتباعده جدا تبقى العين على موقف حزب الله. والسؤال هل يحضر وزراء الحزب جلسه حكوميه في حال الدعوه لها، خصوصا انه سابقا كان في حزب الله مبلغ التيار الوطني الحر عدم مشاركته باي جلسه بمعزل عنه؟ هذا السؤال ترفض مصادر الحزب التعليق الان عليه بانتظار حصول الدعوه اولا، ولكن مصادر سياسيه معنيه ومتابعه اكدت للاو تي في انه الحزب ما بيحمل المشاركه في هكذا جلسه لا سياسيا لناحيه علاقته بالتيار الوطني الحر ولا حتى على الصعيد المسيحي واستفزاز المكون المسيحي. لذلك ترجح المصادر انه نكون امام ثلاث سيناريوهات الارجح فيهم انه لا تعقد هذه الجلسه. السيناريو الاول اما عدم توجيه الدعوه اصلا لاي اجتماع حكومي ويغض النظر مئاتي عن هذا الامر، اما الدعوه للاجتماع وعدم حضور الوزراء وبالتالي تصير هذه الجلسه ولا تعقد، واما التوافق بين مئاتي والمكون المسيحي على هكذا جلسه علما انه هذا الامر جدا مستبعد. هذه كل الاجواء حتى نعم. الان ناتالي فيما يتعلق بهذه الدعوه اللي مفترض عم ينحكى عنها او اللي مفترض. شكرا لك ريتا على كل هذه المعطيات. نتابع في النشرة، أشار اتحاد النقل الجوي في لبنان يوتا في بيان إلى أنه بعد ثلاث سنوات من الانهيار الكبير الذي أصاب الموظفين والعمال العاملين في قطاع النقل الجوي ونضالات ومفاوضات من إدارات الشركات العاملة في قطاع النقل الجوي وتجاوبها مشكورة ولو تدريجيا بدفع جزء من الرواتب بالدولار لدعم القدرة الشرائية للرواتب، وبذلك حافظنا على حركة النقل الجوي بشكل طبيعي ولم تحصل أي إشكالات في هذا القطاع، وكانت إدارات الشركات متجاوبة مشكورة مع مطالب العاملين المحقة كما جاء في البيان. لكن أتتنا الضربة من حيث لم نتوقع من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل بقراره الجائر تحصيل ضريبة على الجزء الذي نتقاضاه بالدولار وبمفعول رجعي ليعصف بكل ما حققناه للعاملين بشخطة قلم. وحذر الاتحاد وزير المال من هذا القرار الذي هو بمثابة جزية تفرض علينا، ولن نسكت على هذا القرار الذي يريد تمويل عجز بموازنته على حساب قوت يومي محدود قوت يوم محدودي الدخل، تاركين كل مزاريب الهدر بالدولة والاعتداء على الطرف الضعيف والمنهك من شرائح اللبناني. وختم البيان لذلك ومن موقعنا النقابي ندق جرس الإنذار، تراجعوا عن القرار الجائر ولا تدفعوا بنا إلى السلبية وإغلاق مطار بيروت الدولي أسوة بموظفي الدولة والقضاة. بالتزامن أعلنت نقابة مستخدمي وعمال الطيران التزامها بيان اتحاد نقابات النقل الجوي في لبنان، وستواكب اتحاد النقل الجوي بحركته المطلبية بما فيها الذهاب للإضراب المفتوح، وأكدت أنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات. كشفت قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار على مبنى المنشآت النفطية في طرابلس وعلى خزاناتها وختمتها بالشمع الأحمر إلى حين انتهاء التحقيق، وأصدرت أربع مذكرات توقيف وجاهية بحق أربعة لبنانيين مدعى عليهم بجرم سرقة كميات كبيرة من المازوت. ها
هل نحن أمام انهيار قريب في قطاع الاتصالات؟ الوزير جون القرم يشرح في هذا التقرير. مجددا، قطاع الاتصالات وتحديدا خدمة أوجيرو مهددة بالتوقف القسري، والسبب إبريق الزيت نفسه، عدم توافر الأموال. أسباب هذا الشح تتكرر، فأوجيرو كانت عدلت أسعارها بشكل بسيط سابقا عندما كان الدولار يوازي 20,000 ليرة، أما اليوم فالدولار يتخطى 40,000، علما أن كل نفقاتها بالفريش دولار، خصوصا أعمال الصيانة والأكلاف التشغيلية. كل ذلك يضاف إلى عدم القدرة على الاستحصال على سلف خزينة أو صرف الأموال الموجودة. لا نقدر نصرف، أوجيرو رجع طالب سلفة من أول وجديد. السلفة بدها مجلس وزراء. وهلأ ما في مجلس وزراء. نعم. أوكي، وما فيها تصرف. زيادة عن هيك في مشكل تاني، إنه نحن بالموازنة اللي طلعت جديد، اوكي، ديولنا الموازنه الملحقه، يعني اذا بدك بالعربي الجبره، مطل عندنا حسابات نحن بالوزاره، لا بنقدر ندفع ولا بنقدر نقبض، كل شيء صار بالماليه. واذا كان الطريق سلفه الخزينه مقطوعه سلفا، فلدى وزير الاتصالات حلا اخر بدا العمل عليه. السلفه اللي هن عم بيطالبوا فيها 500 وشوية. نعتذر عن قطع هذا التقرير لننتقل مباشرة لمتابعة تصريح نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب. ما بعرف كيف بعض الزملاء بيعطوها مواصفات، عم يرجعوا يفوتوا لجوا يقعدوا وعم بيشرعوا مثل ما لازم يصير، وأنا هيدا هدفي. بالتالي عم نتحمل نعم بعض التشنجات، ولكن لما يكون هدفنا آخر شيء نوصل لنتيجة وما منضيع البوصلة، عم نرجع نمشي بالسياق، ورح منضل نحن والزملاء النواب اللي منهم معترض واللي منهم مش معترض، اللي منهم عم يشتغل بطريقة لإقرار تعديلات جوهرية على هيدا النص، لأنه آخر شيء كلنا متفقين أقله باللي عم يعلنوا هيك، أنه عم نشتغل لمصلحة المواطن والمودع بالدرجة الأولى. أنا ما بدي أخذ إلا هيدا الشق من كلامهم، ما بدي أعلق على الأمور الأخرى، بما أنه هذا الشيء هو الشيء الإيجابي منه أنا عم ببني. نعم كان في بعض التشنجات ببداية الجلسة وبعض التصاريح النارية، والبعض يمكن أخذ علي ليش كنت هالقد عم بستوعب الكلام اللي عم يطلع، وببعض الأحيان كان في كلام تم شطبه من الجلسة، يعني من محضر الجلسة، لأنه ما بينقال بين زملاء نواب. مش عم أقول أنه راح لبعيد كتير، بس حتى بالحد الأدنى احتراما لبعضنا البعض ما منقوله عادة، فشطبناه، وأنا اعتبرت أنه هيدي غيمة وما رأيت، لأنه الهدف الأساسي اللي راح ضلني مركز عليه وراح طمنهم هو أنه بدنا نمشي بالبنود بند بند، وهيدا اللي صار اليوم، وبعتقد صار في إنجاز عم بشق النقاش طريقه بالاتجاه الصحيح بقانون بده تعديل جوهري بكثير من المحلات. هلا اليوم كان الماده الثالثه هي اللي اخذت كل النقاش تقريبا بالجلسه، وهي من اهم البنود اللي موجوده بقانون الكابيتال كنترول، لانه عم نحكي عن اللجنه اللي بدها تشرف واللي بدها تطبق هيدا القانون اللي بده يطلع. ومين هي اللجنه؟ مثل ما اجى الاقتراح من الحكومه، كان في اقتراح للجنة تنشأ من وزير المال وحاكم مصرف لبنان وخبيرين اقتصاديين وقاضي من درجة 18 يختارهم رئيس مجلس الوزراء، وهيدا كان في عدد كبير من الزملاء النواب معترضين عليه وعم بيقولوا أنه لا، لازم الاختيار يكون بطريقة مختلفة واللجنة تاخد طابع مختلف. فتم تعديل هيدي المادة لتصير على الشكل التالي، أنه تنشأ لجنة، بما معناه اليوم هلأ ما ربح بقرة تفاصيلها لأنه بالجلسة الثانية رح نفتتح فيها، أنه هيدي اللجنة رح تنشأ برئاسة وزير المالية وحاكم مصرف لبنان أو أحد نوابه، والاستعانة كمان تعيين 4 خبراء من أصحاب الاختصاص وقاضي من درجة 18 وما فوق، ويتم تعيينهم عفوا من بقرار من مجلس الوزراء، مش رئيس الحكومة هو اللي بعينهم، بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح
رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة لما بده يقترح إذا في شيء خبير من وزارة العدل حكما بده يحكي مع وزير العدل وبده يحكي مع المجلس الأعلى للقضاء لحتى يشوفوا مين بينتدبوا. على سبيل المثال عم بحكي، بالتالي اليوم عم نشيل هيدي اللجنة من أنه بتتعين من قبل معظمها بقرار من رئيس الحكومة لتنوضع بقرار من مجلس الوزراء مجتمعا أيا يكن مجلس الوزراء بالمستقبل أو رئيس حكومتها. بالهيدي الطريقة، وطبعا إلى حق تستعين بأي خبير بتلاقيه مناسب، وهي بتصير خاضعة للرقابة لأنه مجلس الوزراء تجاهنا هو اللي بيكون معنا تجاه المجلس النيابي، وبتصير الرقابة عليه من المجلس النيابي ومحاسبته. أما الفقرة 2 من المادة الثالثة يلي هي تحدد، كانت بتحكي على تحديد آلية عمل اللجنة، فكمان اتوافقنا على نص جديد تحدد آلية عمل اللجنة أعلاه اللي حكينا عنها بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء. يصدر مجلس الوزراء المراسيم التنظيمية والنصوص التطبيقية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ، وذلك بناء لاقتراح لجنة وزارية تتولى ذلك استنادا لمواد هذا القانون. بالتالي المراسيم التطبيقية، المراسيم التنظيمية والنصوص التطبيقية حكما بدها تطلع بمجلس الوزراء، ما فيها تطلع بمحل تاني. من هالمنطلق فيني أقول أنه اليوم بلشنا نشق طريق النقاش على المواد الأساسية، لأنه راح بيكون في مواد وراها 4 و5 و6 و7 و8، بكل مادة فيهم في شو هي مهام هذه اللجنة. هلأ من بعد ما تحدد شكل اللجنة، لأنه ناقشنا حتى قبل ما نوصل على شكل اللجنة شو هي المهام اللي ممكن تكون عم تتوليها هذه اللجنة، أنا برأيي بالبنود الأخرى رح بصير النقاش أسهل والعمل أسهل. بضل في عنا نقطتين عالقين بدنا نوصلهم بالمستقبل، يلي هو تحديد الأموال الجديدة، كمان هيدي أساسية، ومادة أساسية أخرى يلي هي لها علاقة بالدعاوي على المصارف. هول اللي بيختصروا إذا بدكم يقولون الكابيتال كنترول. نعم النقاش منه سهل، ولكن إصرارنا على المضي قدما بهذا النقاش راح بيوصلنا لنتيجة. وأنا ما بوافق وجهة النظر اللي بتقول أنه هذا القانون عم ينعمل ضد المودعين، أنه هذا القانون عم ينعمل لحتى ينصف المودع ويحمي المصارف. أبدا، راح برجع بكرر، وهذا الموضوع اتفقنا عليه، اللي عم نعمله جوا لنحمي حقوق المودعين، واللي بيقول عكس ذلك بعدنا بالمادة 3. خلي يتفضل يعدل المادة اللي بلاقي فيها ضرب بحقوق المودعين يعدلها، بس نطلع نقول بالمطلق قبل ما نفوت على البنود أو على النقاش اتهامات يمين وشمال أنه هيدا ضد المودعين، ما وصلناش على المواد لحتى نعدلها لنحمي حقوق المودعين. هلأ بلشنا بالشغل الجدي. أنا برأيي من هاي المادة ولقدام بلش الشغل الجدي، بما معناه نعم في تعديلات خليها تكون تعديلات جذرية، نحن مش مضطرين ناخد شو اجا من الحكومة ونصادق عليه. النقاش عم بيكون بالعمق، وفي أمور جدية عم تتناقش، وفي تغيرات عم بتصير بكل مادة من المواد لحتى نحافظ على حقوق المودعين. ورح برجع بقول مرة جديدة، وأنا من المودعين ومن أصحاب الحقوق، وما عندي هدف إلا الحفاظ على حقوقنا كلنا جميعا. بالتالي ما بدي حدا يزيد علي بهذا الموضوع، أنا ماني جاي لأحمي حدا من المصارف، لا بل بالعكس، كمان بنفس الوقت ما بدي خليهم يسمحوا لانهيار المصارف، لأنه انهيار المصارف شو بتعمل؟ بتكون أخذت لنا كل شيء ودعناه أو أودعناه بهالمصارف معه، بكونوا راحوا على إفلاس. عم نشتغل على خيط كتير حساس، وهذا الخيط هو بدك تعمل توازن كيف بدك ترجع حقوق المودعين، وإذا مش هلأ على كم سنة لقدام، وبنفس الوقت بدك تحافظ على مؤسسات أخطأت بإدارة حساباتك، ولكن إذا رحت وقضيت عليها معناتها قضيت على أموالك الموجودة عندها، وهذا يمكن بيعطيهم شغلة هن عم بيدوروا عليها. هلأ مين ما بده كابيتال كنترول؟ نعم، أنا بعض الزملاء ببداية الجلسة عم بيقولوا كانوا أنه أنا قلت في بعض الزملاء النواب عدد لا يستهان به، رح كررها اليوم، امبارح قلتها بدردشة رح كرر لكم اياها اليوم، ضد
إقرار قانون الكابيتال كنترول وطلبوا إحالة القانون الكابيتال كنترول بأكثر من جلسة إعادته إلى الحكومة وطلبوا التصويت على ذلك لإعادته إلى الحكومة. وفي فريق تاني من الزملاء النواب بيعتبر أنه ما بقى في لزوم لكابيتال كنترول، كان لازم ينعمل من 3 سنين وعبروا عن رأيهم. وفي في طرف آخر من الزملاء النواب، يمكن هيدا امبارح ما قلته، البعض عم بيطالب أنه اليوم وضحوا، وأنا منهم لهيدا الفريق، أنه لا نحن بدنا كابيتال كنترول ولكن بدنا نعدل بالمواد وعم نشتغل على تعديلاته. وانذكر كمان اسم الزميل جورج عدوان، أنه أنا امبارح ذكرته لأنه زميل جورج عدوان اتفقنا نحن وياه على شغلة وعم نشتغل بناء عليها وعم نقدر نتقدم اليوم بناء على الاتفاق اللي صار. نحن ما بنقبل نجي نقول ما بدنا نناقش قانون كابيتال كنترول إلا ما نناقشهم مع بعضهم بفر جلسة، وأنا قلتها بالماضي، لأنه ما فيك تقعد بجلسة وحدة تناقش القانونين مع بعضهم، ما بدك تقر واحد قبل الثاني، وهذا اللي عم نعمله حاليا. ولكن اللي قاله الزميل جورج عدوان وأنا برجع بأكد وأنا موافق الرأي فيه، إنه قبل ما نروح على الهيئة العامة يفترض نكون إجانا قانون تاني إعادة هيكلة المصارف وبكون ناقشناه باللجان المشتركة، وساعتها بس ينعرضوا على الهيئة العامة بينعرضوا سوية، ساعتها الزملاء النواب بيكونوا عم بيشوفوا اثنيناتهم، بيكون نحن شفناهم وناقشناهم وأقريناهم، وهيك بيكون العمل التشريعي المضبوط. عكس ذلك هو اللي بيقول لك ما بدي تشريع، ما بدي ناقش، طير الجلسة، بعمل صريخ، بعمل نقاش، بعمل اتهامات، بلاقي كلمة من هون. أنا الشخص الغلط اللي اختاروا له المهمة، أنا شخص قدامي في ملف بدي انهي، بنهي بأي طريقة، النواب هني أصحاب القرار مش أنا، بس أنا بدي ناقش، يا بينرفض يا بينقبل. البعض عم يعترض على طريقتي أنه أنا مصر على هالشي، لهالبعض بقول لهم طالما موجود على جدول أعمال أي قانون كون عم أصر بمهامي إذا ما عملت اللي عم بعمله اليوم. وما بعتقد أنه في حدا كتير عم بيعطي كل الزملاء النواب الوقت الكافي اللي بدهم إياه. وأكبر دليل ما بعرف إذا اليوم السادس ولا سابع جلسة بعدنا بالبند، اليوم عم نناقش المادة الثالثة. طيب هذا بيكون حدا مثل ما بعض الزملاء اللي كان من ميلي بيقول بشيد بإدارتي ومن ميلي تانية لما ما عجبوا القرار اللي بياخده بصير أنا ديكتاتور؟ كيف كون ديكتاتور إذا صرنا 6 جلسات وبعدنا بالمادة الثالثة وكل واحد عم نسمع له حقه يحكي؟ أنا مش عم منن حدا بشي، حقه لكل نايب يحكي قد ما بده، بس آخر شيء وقت اللي بتحكي مرة واثنين وثلاثة بنفس المادة بنفس الطريقة وبنفس الأفكار، حق رئيس الجلسة ساعتها يقول بدي روح على تصويت معين على فكرة، حدا اقترح فكرة انتو معها ولا ضدها. انا بعتبر حالي عم قوم بواجباتي، انا مني متحيز لرأي دون الآخر، ووقت اللي بكون عم عبر عن رأي عم قلهم داخل الجلسة هون عم عبر عن رأيي الشخصي، وإلا الباقي بيكون إدارة للجلسة. البعض بحب إدارتي للجلسة، البعض ما بحب إدارتي للجلسة، ولكن أنا عم دير الجلسة مثل ما مقتنع، ومعظم الزملاء النواب مقدرين هيدي الإدارة إذا بدنا نوصل لنتيجة. وإذا ما بدنا نوصل لنتيجة منكون ساعتها عم نضيع وقتنا فعليا. وفي برجع بكرر أفكار مختلفة، البعض بحب أنه ما نكفي بنقاش الكابيتال كنترول، ولكن خلص مشيت شو بقولوا الترين صار على السكة ونحن ماشيين بهالترين، عم نعمل ما هو أفضل للمواطنين وهيدا اللي اتفقنا عليه. واليوم المقرر كان الزميل جورج عدوان، ومتفقين بالصياغة وبالآلية مثل ما شرحت لكم إياها لوين ماشيين فيها لقدام، وبعتقد كان في إجماع أو شبه إجماع، وإلا ما كنا قدرنا أقرينا المادة بالبندين اللي فيها بالبندين اللي فيها مثل ما أقريناها. هيدا كل شيء كان بدي لكم إياه، والجلسة القادمة راح بتكون الأسبوع الجاي، هلأ بس أتواصل مع دولة رئيس مجلس النواب منأكد على الأرجح نهار التنين. دولة الرئيس يعني كأنكم عطيتوا باس للحكومة إنها تجتمع، وفي هناك حكي إنه الأسبوع المقبل الحكومة ممكن تجتمع، هل في قضية سياسية لما يكون في مقاطعة على جلسات مجلس الوزراء؟ كلامك كان بيكون مزبوط لو أقرينا بالهيئة العامة وطلع القانون تتروح للحكومة، بعد بكير هذا القانون لا يوصل لعند الحكومة، بالتالي مش بمحله. من بعد ما يطلع من الهيئة العامة، بعدنا نحن اليوم باللجان مشتركة، بعدين قبل ما يروح على الهيئة العامة بده يكون إجينا قانون إعادة هيكلة المصارف،
اللي بدها تبعته الحكومة اللي اليوم مش قادرة تبعته. هلا إذا إجا باقتراح قانون معجل مكرر من أحد الزملاء النواب وهذا اللي عم نسمعه منناقشه، ولكن ده يوصل للحكومة في وقت كتير. بموضوع مئة مشان معوض والاتصال الدبلوماسي أو السفراء والتدخل بهذا الموضوع، شو رأيك اللجان المشتركة وأنا وحضرتك كرئيس لهذه الجلسة بهذا الموضوع واقتراح القانون الذي قدمه النائب جنرال السيد يوم الصبح لخصه بإعطاء الإذن للحكومة بأن هي تطبق مشروع كابيتال كنترول من خلال مرسوم خاص فيها لمدة سنتين قبل التجديد سنة واحدة، شو رأيكم بهذا الموضوع؟ اول شيء بموضوع الزميل ميشيل معوض انا ما عندي تعليق، يعني بعتقد ان حكى هو حكي الكلام اللي حكاه بجلسه امبارح وهو بيوضح عن حاله، انا ما عندي شيء اضيفه، اكد هو على كلام مثل ما حكى وهو بيقدر يوضح شو كان قصده او المعنى بيقدر يحكي فيها، انا ما عندي يعني شو بيقولوا نيه انه فوت بهيك نقاش، رغم انه كان عم ينقل لي جوا انه انتبه برا بس تصرح انت ما لك حق تصرح الا مثل ما نحن بدنا، لا هيدا اللي راح بقول لهم اياه، كل نائب ورا له حق يصرح اللي بده اياه، ما حدا بيمنع ولا نائب يحكي مثل ما بده، مثل ما انا لي حق احكي الزملاء اللي مش عاجبهم بيطلعوا بيعترضوا وكمان هن بيحكوا، فمثل ما بحترم لهم رايهم لازم يحترموا لي رايي. بموضوع الزميل جميل السيد صار مقدم اكثر من اقتراح، يعني اليوم مقدم لنا واحد وبالجلسة الماضية أو اللي قبلها كمان عملنا واحد من ثلاث صفحات أو أربع صفحات، قلنا له خليه يتوزع على الزملاء النواب وهن بس يدرسوا بيكون عندهم موقف منه، يعني هذا القرار مش أنا باخده. هو عم بيقول إنه المشروع هو الحكومة عم بتمسح أخطاء بمجلس النواب بتعتبره ممسحة، هل هو كمان هذا؟ خلينا نشرع لما نعمل للحكومة مجلس النواب بيكون بهيك وضع، ما نحن حسب نحن شو بنشرع، يعني نحن اذا بنشرع شيء بيسمح لهم يكونوا اذا النيه هيك، انا ما بعرف اذا النوايا هيك، بس انا اللي مش عم بفهمه انه نحن عم نحكم على شغلات بعد ما عملناها، بس ما اخر شيء القرار بايدنا نحن، نحن النواب، نحن اللي عم نشرع، نحن اللي منطلع المواد مثل ما نحن بدنا نطلعها، ليش بدنا نقول الحكومه بدها هيك؟ خي يقول انت شو بدك بالمجلس النيابي، فوت ناقش غير مثل ما صار اليوم، ناقشنا وغيرنا وطلعنا بقرار، بالتالي ما بنحط اللوم على مين ما كان، خلينا نحن نقرر شو بدنا. بس ضلت الرئيس الواضح انه في عدد لا يستهان به من النواب هن ضد هذا القانون، نحن اليوم عم نناقشه، ليش بعدنا عم نناقشه بهذه الطريقه ومصرين انه نفوت فيه بند بند طالما طريقه ليست معبده الى الهيئه العامه، نكون عم نضيع وقت بهذا القانون، بعدين ما رح ينقر بالهيئه العامه اذا لم يكن مترافق مع هيدي القوانين، واذا قانون هيكله المصارف ما اجى على مجلس النواب واندرس كمان فكره الجمهوريه القويه ايضا رح تعارضه، يعني هي هلا سهلت موضوع مناقشته لحين بعدين يروح على الهيئه العامه، بس رح ترجع توقف ضده اذا قانون هيئه ما كان متفق مع قانون هيكله المصارف، فليش عم نعمل هذا الشغل بوقت انه كل يوم في مصاري بعدها عم تطلع من البلد، لما بنروح على حل اخر طالما انه كلنا مثل ما عارفين وكله بينقال انه قانون كابيتال كنترول ولد ميت؟ لا انا بختلف معك بشغله صغيره، اليوم البديل عن اقرار كابيتال كنترول الفلتين اللي موجود بالبلد والاستنسابيه، واخطر ما في هلا خلينا نقول لاول مره الكلام اللي سمعناه بمقابله حاكم مصرف لبنان بمقابله على التلفزيون الحره، انه بما معناه صار في تلميح انه اذا اقر الكابيتال كنترول هيدي التعاميم اللي هو عاملها اللي بتعطي المواطن جزء من معاشه بشكل شهري قد تلغى، يعني وكانه انه المواطن بطل يقدر ياخذ مساره اذا اقر الكابيتال كنترول، هيدا الموضوع مش مقبول لانه نحن اللي عم نجرب نعمله انه عم نشيل الاستنسابيه من مين بياخذ قرار بيقول بتاخذي انت $500 ولا $600 لا لجنه بتقرر بدل ما يكون القرار عند الشخص عند الفرد، اليوم ما حدا بيعرف شو هن التعاميم اللي بتطلع، وحتى اذا ابطلت التعاميم من مجلس شورى الدوله ما حدا بيوقف التعامل فيها، في فوضى عامه اليوم بطريقه الاداره الماليه بالطريقه اللي عم تندار، هذا القانون بيقونن في ناس ما بدهم اياه لانه عم تحط ضوابط عليهم، عم بحكيك اياه بكل صراحه، اما بالنسبه لانه حكيت على الهيئه العامه لما نصال عليها
كتلة الجمهورية القوية. أنا سبق وقلت أنه توافقنا نحن وإياهم أنه قبل ما نروح على الهيئة العامة، نعم في قانون تاني لازم يجي لعنا اسمه إعادة هيكلة المصارف، وهن كانوا بوجهة نظر بالأول نناقشهم، نحن كنا بوجهة نظر فصلهم باللجان المشتركة لأنه ما فينا نناقش مع بعضهم القانونين سوا، فهن توافقوا معنا بهالنقطة ونحن توافقنا معهم أنه مزبوط لازم يكون ناقشناهم قبل ما نوصل على الهيئة العامة لحتى ينقروا كخطة مع بعضهم. لازم تفضل. في هذا الموضوع تحديدا كان اليوم نايب هشام عوض عم بيقول، انا سالته قلت له انه انتم اتفقتوا انه بالهيئه العامه رح ما رح ينقر ولا قانون الا مترابطين من بعد ما يكون خلص النقاش. بحدد الموضوع تحديدا الاموال القديمه والجديده وبيقول انه ساعتها نحن عم نروح نشرع اشياء بيكون يمكن ابطلها قانون اعاده هيكله المصارف، يعني بمعنى اخر كيف انا بدي خلص مناقشه هذا القانون وقول انه في شيء اسمه لولاب في شيء اسمه صيرفه وبعد هذا الموضوع مش مختلفين عليه، وقتها يمكن نناقش اعاده هيكله المصارف يبطل في هيدا المصطلحات. هيدا اللي عم بخليكم كاعلاميين تحتاروا بالتصاريح اللي عم تطلع من قبل نواب، لازم يكون عندهم فكره صار انه اكثر من هيك، انه هيدا القانون لما يقر باللجان المشتركه لا يعني اصبح قانون، هذا القانون بده يروح على الهيئه العامه، بالتالي وين اخطا الزميل ميشيل معوض؟ ما قدامه راح يكونوا بالهيئه العامه، يعدل بالهيئه العامه بهذا القانون بالتحديد، مش معناتها اليوم اذا قريناه باللجان المشتركه انتهى وصار قانون وراح نصدره، ما رايحين على الهيئه العامه باثنين مع بعضهم، اذا لقى في تضارب ولا في اخطاء بواحد من الاثنين بالهيئه العامه كل نايب له حق يصوت. هون نحن الاعضاء اللجان المدعوه اللي حق تصوت، يعني بالهيئه العامه افضل لكل نايب يعبر عن رايه بالتصويت ببين كيف بدنا نعدل القوانين، بالتالي هيدي الفكره مش صايبه معه مش بمحلها، لانه مثل ما قلت هذا القانون اذا اقريناه اليوم بصيغته بيرجع اجى اعاده هيكله المصارف من قره، اذا لقينا في تضارب بيتعدل باللجان المشترك بالهيئه العامه عفوا. هناك تعارض من بعض النواب عن تدخل اكثر من 4 أو 5 فترات بالمواضيع اللي عم تصير. هيدي نفس الفكره اللي حكي عنها، انا قلت هيدا الكلام صدر عن الزميل ميشيل معوض وهو يمكن بيقدر يجاوب عن هيدا الموضوع، انا برجع بكرر مره اخيره، اذا كان من باب التخوين أنا ضد فكرة التخوين، وقت اللي خونوا الزميل ميشيل معور بقصة أنه أنت مرشح سفرات أنا كنت واقف معه قلت أنا لا هو منه مرشح سفرات، وإذا إذا من باب أنه التخوين والحكي أنه تدخل السفرات أنا بالمطلق ضد التخوين، لأنه مش هيك بنتعامل مع بعضنا البعض، مش كل واحد إذا كان عنده اتصال وعلاقات معناتها دغري أهين شيء كب الخيانة على زملاء النواب، ما بدي أعلق أكثر من هالقد. يعطيكم ألف عافية. إذن تابعنا هذا التصريح لنائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بعد انتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة التي قال إن جلسة جديدة ستعقد بداية الأسبوع المقبل. نتابع في النشرة تخبط في الأجوبة حول مصير أسعار السلع بعد رفع الدولار الجمركي، تقرير جورج عبود. قرارين لا يمكن المرور عنهما مرور الكرام بعد اليوم. أولا كتاب وزير المال بحكومة تصريف الأعمال يوسف خليل باستيفاء الرسوم الجمركية على أساس 15,000 بدلا من 1005 بدءا من الأول من شهر كانون الأول المقبل. ثانيا إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة استخدام سعر صرف 15,000 ليرة لبنانية للدولار اعتبارا من أول شباط 2023. بالمحصلة لبنان عم بيودع رسمياً ونهائياً حقبة 1500 ليرة للدولار الواحد، أما الحجج بحسب أبطال التعميم هو أنه قرار وزير المال من شأنه أنه يساعد بالحد من فروقات الأسعار والخسائر يلي بتتكبدها خزينة الدولة، أما هدف قرار سلامة فهو السعي الفاشل والمتواصل لتوحيد أسعار الصرف. الأخطر هو عدم إقرار أي خطة إصلاح لتحقيق نهوض اقتصادي أو حتى محاولة إعداد دراسة جدية حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهيدي القرارات، فالتركيز الوحيد هو على تأمين الأموال لخزينة الدولة من خلال فرض الرسوم والضرائب، وهون أكيد الحلقة الأضعف هو المواطن اللبناني مجددا، فهو الضحية من جراء ارتفاع إضافي بالأسعار. مصدر بوزارة الاقتصاد أكد للأوتيفي أنه الحديث عن إصدار لوائح بالسلع المشمولة وغير المشمولة هو مجرد ملهات للناس، فكل السلع بتخضع لضريبة جمركية
وهيدا الرسم رح يدفع على سعر 15,000 بدلاً من 1,005 جراء التعميم الجديد. المصدر أشار إلى أن الضرائب رح تطال السلع يلي تعتبر من الكماليات أو تصنف بالمواد الفاخرة، أما المواد الأولية الأساسية وتلك المستثنات فستبقى معفية. المصدر أكد أنه من يصنف البضائع هي وزارات الصناعة والزراعة والمالية، وترفع اللوائح لوزارة الاقتصاد يلي بيقتصر عملها فقط على مراقبة الأسعار. من المستفيد فعليا؟ مصادر مطلعة تجيب للأوتيفي وبدون تردد: تجار يلي سبقوا خزنوا البضائع ودفعوا رسومة وضرائب قبل سريان هيدا القرار، وقطاع السيارات خير دليل. فاصل ونعود. حذرت مديرة صندوق النقد الدولي من أن الصندوق قد يضطر لخفض توقعاته للنمو في الصين، حيث تؤدي سياسة صفر كوفيد المتشددة إلى إعاقة النشاط الاقتصادي وإثارة احتجاجات. وذكرت خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز وعدد من قادة المنظمات الدولية في برلين أنه في حين نتوقع نموا بنسبة 3.2% لهذا العام و 4.4% للعام المقبل، هناك احتمال في هذه الفترة التي تسودها حالة كبرى من عدم اليقين أننا قد نضطر لمراجعة هذه التوقعات نزولا. مع هذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. للمزيد تابعونا عبر إنستغرام، فيسبوك وتويتر. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.